ولدعم القناة أرجو الضغط على لايك ثم الاشتراك وشكرا. السلام عليكم، معكم فيصل من قناة جيم شو. اليوم جايب لكم نوا ساموراي العجيب. طيب صار في أبديت ونزلت كذا مرحلة. طيب هذه الأولى هي ثمان توتال، ثمان مراحل طبعا بصعوبات جديدة، ويعني حاولت أخلصها وشفت ناس تحاول تخلصها بصعبة، صعبة جدا. طبعا ما في نظام الكواب، نظام تاج أو الكواب تقدر تقول. طيب هذه المرحلة الأولى. طيب بتشوف الحين هذه الخرائط. طيب دخلنا على الثانية. طبعا هذه على الايزي مود. الحين بروح على السترونج واي ساموراي. هذه اسمها ذا تو ماسترز. طيب هنا هذه فيها ثلاث مراحل. هنا حلو way of the strong. طيب انا راح اختم هنا يا شباب وراح اجرب هذا الفايت في حفظ الله.